وأفترض أن هذه المنطقة تشكل نظاما فرعيا إقليميا regional subsystem. أفترض أن هذه المنطقة هي منظومة هي نسق. لذلك أعيد وأطرح السؤال كالشكل الآتي على الشكل الآتي: هل ستتأثر طبيعة هذا النظام الفرعي الإقليمي، أقصد النظام المغاربي باختصار، ووحداته وبنيته بهذه الحرب الروسية الأوكرانية، أم أن هذا النظام تحكمه عناصر أخرى إقليمية محض، وأن تحولات النظام الدولي يظل تأثيرها على المنطقة المغاربية محدودة؟ لكن قبل ذلك ينبغي أن نجيب على سؤال آخر لا يقل أهمية، وهو: هل ستتأثر بنية النظام الدولي الحالي بالحرب الروسية الأوكرانية؟ ربما سأقدم وجهة نظري لحد ما مختلفة عن التي قدمها أستاذنا الكريم السي حسن أوريد من منطلق النظرية التي أتبناها في العلاقات الدولية. هل نحن فعلا على أعتاب نظام دولي جديد؟ طبعا سأقدم استنتاجي، لأن الحيز الزمني لا يسمح بتقديم الحجج على هذا الاستنتاج، ربما في المناقشة سنفصل في الأمر. في نظري أن الحرب الروسية الأوكرانية نعم تشكل تحديا حقيقيا للنظام الدولي الحالي، لكن لن تؤدي إلى تغيير جوهري في بنيته، لأن هذا النظام أولا يتميز بقدر كبير من المرونة ريزيلينس، يستطيع أن يستوعب التحديات الكبرى التي يواجهها كما فعل في عقب نهاية الحرب الباردة وفي كوب الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. وثانيا لأن بنية النظام الدولي الحالي كان قد بدأ قبل الحرب الروسية الأوكرانية في التغير والتوجه نحو تعددية قطبية نسبية. يمكن أن أقول بأن ما بين 2017 و2019 هذه المرحلة شكلت مخاض لهذا التحول الجزئي النسبي حتى الآن، وظهرت إرهاصات أولية لتوجه العالم نحو تعددية قطبية. بمعنى آخر أن بنية النظام الدولي بدأت تتغير قبل اندلاع هذه الأزمة. ويمكن أقول شيئا آخر، أن هذا التحول النسبي في بنية النظام الدولي ساهمت في اندلاع الأزمة، لأنها أعطت ثقة أكبر لروسيا بهذه التعددية النسبية. لكن رغم توجه العالم إلى نظام متعدد الأقطاب، فإنه في الجوهر لا يزال يشتغل بقواعد ومؤسسات ما بعد الحرب العالمية الثانية التي أنشأها الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يزال لها نفوذ كبير في هذه المؤسسات، بينما يظل تأثير الصين وروسيا ضعيف جدا حتى الآن. هذا فيما يتعلق بمدى احتمال تأثر النظام الدولي بالحرب الروسية الأوكرانية. أما على المستوى الإقليمي المغاربي، فكما قلت يعد في نظري هذا النسق أو نظام الفرع الإقليمي إطارا مناسبا لفهم وتفسير كيف تتفاعل الدول المغاربة فيما بينها وأيضا مع القوى الدولية. لذلك لابد من فهم طبيعة هذا النظام الراهن لاستشراف مدى تأثره بالتحولات العالمية بشكل عام، وخاصة هذه الحرب الروسية الأوكرانية. هذا النظام المغاربي تشكل من عوامل مختلفة. في نظري تعتبر النزاعات الإقليمية الموروثة عن المرحلة الاستعمارية، والخوف المتبادل، وانعدام الثقة، والتوجس، والتنافس على النفوذ، أهم المحددات الرئيسية لهذا النظام المغاربي، والتي تؤثر بشكل كبير على التوجهات العامة للسياسات الخارجية للدول المغاربية وعلاقاتها الثنائية. وقد اتسمت العلاقات بين الدول المغاربية منذ الاستقلال ب
بدرجة عالية من الصراع والتنافس أكثر من التعاون. إذا نظرنا إذن إلى كل العقود الماضية سنجد أنها طغى عليها التنافس والصراع وسوء التفاهم أكثر من التعاون. وتعتبر حرب الرمال، وأشار أستاذ حسن أوريب إلى هذه النقطة المفصلية التي أعتبرها نقطة مفصلية في تطور النظام المغاربي. أنا في نظري أن المغرب حاول أن يعدل من الخريطة الجيوسياسية الموروثة عن الاستعمار قبل هذه المرحلة. بعد ذلك توجه المغرب، بل حرص المغرب وأيضا حتى الجزائر حد ما، على الحفاظ على وضعهما في المنظومتين الإقليمية والمغاربية، بمعنى المغرب تحول إلى دولة الوضع الراهن status quo state. وعلى الرغم من التغيرات التي مرت بالنظام الدولي في العقود الأخيرة، سواء في حقبة ما بعد الحرب الباردة وحتى في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، حافظ النظام المغاربي لحد كبير على توازن القوى القائم دون تغييرات مهمة. قد تكون هناك بعض التغييرات الطفيفة، وتكيف مع تطور النظام الدولي، وهذا ما يفسر بين مزدوجتين صمود هذا النظام رغم تغير طبيعة النظام الدولي من الثنائية القطبية أثناء الحرب الباردة إلى الأحادية القطبية لمرحلة وجيزة نسبيا إلى إرهاصات لنظام متعدد الأقطاب خلال السنوات القليلة الأخيرة. في الوقت الحالي وخاصة بعد انهيار نظام معمر القذافي في ليبيا، طبعا معمر القذافي كان يعد وحدة أساسية في النظام المغاربي، لكن حينما انهار لم يكن له تأثير، ولذلك لم يؤثر غيابه على هذه المنظومة. إذا فالآن بعد غياب انهيار نظام معمر القذافي، المغرب والجزائر هما البلدان الوحيدان اللذان يحددان قطبية النظام المغاربي، وبالتالي يمكن اعتبارهما القوتين الإقليميتين الرئيسيتين، يعني بحذر نستعمل القوى الإقليمية هنا بين مزدوجتين، وهما دولتان متساويتان في القدرات النسبية، ولا توجد دولة كبيرة في المنطقة يمكن أن تفرض نفسها كقوة مهيمنة أو حتى قوة محورية أو حتى كدولة محورية. وأيضا لا تستطيع أي قوة دولية من خارج المنطقة أن تمارس نفوذا واسعا على المنطقة المغاربية أو تكون هي ضامنة الاستقرار أو الأمن في المنطقة. حدثت نعم في السنوات الأخيرة بعض التغييرات الطفيفة في السياسات الخارجية للدول المغاربية بسبب هذه البنية متعددة الأقطاب التي ظهرت مؤخرا، حيث منح التغير النسبي للدول المغاربية بهامش للمناورة وأعطاها مزيدا من البدائل والخيارات، وتحاول الآن أن توفق بين حفاظها على علاقاتها مع حلفائها التقليديين وتنويع الشركاء الاستراتيجيين. وهذه تنويع الشركاء الاستراتيجيين ربما تحتاج إلى دراسة خاصة كمية، لأنه شعار نناقشه نعتمده كأنه مسلمة، ولكن هذا لا يتحقق. هل فعلا هناك تنويع للشركاء من ناحية الكمية فيما يتعلق بتعاون اقتصادي، تعاون عسكري غير ذلك؟ ولكن على الأقل فالسياسات الخارجية هذه الدول تحاول أن توازن بين الحفاظ على تحالفاتها التقليدية وتنويع شركاء استراتيجية. إذن هل ستتغير هذه البنية المغاربية التي طرحتها بالأزمة الأوكرانية؟ إذا نظرنا إلى كل دولة على حدة، فيمكن القول بكل سهولة أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تداعيات سلبية وإيجابية على كل دولة، يعني متفاوتة على كل دولة من الدول المغاربية. الجزائر وليبيا هما المستفيدان الوحيدان ماليا وليس اقتصاديا، اقتصاد شيء آخر، وربما مع متخصص في الاقتصاد من الناحية المالية. نعم هاتان الدولتان سيستفيدان كثيرا بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولكن المهم عندي هنا أن هذه المرحلة تشكل فرصة كبيرة للجزائر والتوجه إلى الغرب، وخاصة إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وجد مزيد من الاستثمارات في تحديث قطاع الغاز والنفط. لكن يبدو أن الحرس القديم في النظام الجزائري لا يزال حذرا من الغرب،
ولا يثق فيه كثيرا ويفضل أن يكون أقرب إلى روسيا، وقد شهدنا ما حدث خلال الأيام الأخيرة. وبالمقابل تضررت باقي الدول المغاربية كثيرا، ومن ضمنها المغرب طبعا بسبب ارتفاع معدل التضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط والغاز والحبوب وباقي الواردات. لكن فيما يتعلق بالنظام المغاربي باعتباره منظومة ونسقا إقليميا، فهو إذا كان هناك تأثير هو تأثير سلبي، لأنه في ظل هذه الأزمة توسعت القوة بين المغرب والجزائر اللتين استعملتا هذه الأزمة لخدمة مصالحهما المتناقضة. المغرب وظف جيدا وبراغماتيا هذه الأزمة للضغط على الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن مصالحه، وقد تجسد مثلا في امتناع المغرب أو عدم إدانة المغرب الواضحة للغزو الروسي الأوكراني في البداية، وأيضا غيابه عن جلسة الجمعية العامة في 8 مارس 2022 التي أدانت الغزو الروسي الأوكراني، كانت رسالة واضحة إلى الغرب في نظري. ويعني يمكن أيضا يعني الجزم أن هذه الأزمة أنقذت العلاقات المغربية وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في بداية وفي الشهور الأولى من ولاية إدارة جون بايدن ظهر هناك نوع من التردد لهذه الإدارة في السير قدما فيما تم توقيعه في آخر أيام دونالد ترامب. أزمت أو تفاقمت الأزمة الأوكرانية وبرزت حاجة أمريكا الملحة لدعم حلفاء التقليديين، فلاحظنا نوع من التفاعل المحدود مع ما تم توقيعه في تلك المرحلة. إذن يعني يمكن أن أقول بأن هذه الأزمة أزمة روسيا أوكرانيا كانت من الناحية السياسية لصالح المغرب وخاصة في علاقة مع الغرب عموما وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل عززت هذه الأزمة ليس فقط موقع الجزائر، ليست فقط يعني استفادت الجزائر من هذه الأزمة ماليا، بل أيضا عززت موقعها دوليا مستعملة سلاح النفط والغاز كما قال الأستاذ الوليد. فبدأ الأغرب يتودد إليها لتجنب إغضابها، لعله أخذ الدرس مما حدث مع إسبانيا، نحن نتابع ذلك، ينبغي أن نكون موضوعيين في هذا الأمر. لا سيما الغرب يعرف أن النظام الجزائري يمكن أن يتخذ قرارات غير عقلانية وغير محسوبة. وبالتالي أنا أظن أن علينا أن نعترف أن الجزائر دولة أساسية في المنطقة، فاعل مهم، ولها أيضا أوراق مؤثرة تستعملها، ولن تغامر أي دولة في العالم بمصالحها لإغراء المغرب. لكن طبعا هناك قيود كثيرة لتحقق الجزائر طموحها في ما يتعلق بسياستها الخارجية التي بدأتها مع الرئيس الحالي. لكن هناك نقطة مهمة في هذه المنظومة المغاربية وهي قضية الصحراء. لوجهة نظر في هذا الأمر، لأنني أعتبر أن قضية الصحراء مرتبطة بطبيعة النظام الإقليمي المغاربي، فهي مظهر من مظاهر النظام المغاربي السائد، وليس سببا لهذه الأزمة المستعصية بين الجزائر والمغرب. بمعنى آخر، لطبيعة النظام المغاربي المتسم بالتوجس والخوف المتبادل وغياب الثقة والتنافس خاصة بين المغرب والجزائر اللذين يشكلان القوتين الإقليميتين الأساسيتين في المنطقة. إذا قضية الصحراء هي قضية إقليمية بالدرجة الأولى، مرتبطة بطبيعة النظام المغاربي الذي سيظل المحدد الأساسي لقضية الصحراء مستقبلها. لذلك فإن تأثير المتغيرات الدولية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية يظل محدودا على مستقبل هذه القضية. وهذا ما يفسر استمرار هذه القضية دون حل عابرة مختلف الأنظمة الإقليمية من الثنائية إلى الأحادية إلى التعدية القطبية. وبالتالي الحل ليس في معالجة مظاهر الأزمة أو البحث عن حل في فضاء خارج الفضاء الإقليمي، بل يكمن الحل في بناء نظام مغاربي تشعر فيه دول المنطقة بالثقة والأمان من الدول الأخرى. لكن تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر يظل أمراً
مستبعدا في المدى القريب بسبب ثلاثة عوامل في نظري. أولا البنية الحالية لنظام المغارب وتوازن القوى الحالي الذي شرحته. ثانيا استمرار نفوذ في النظام الجزائري. ثالثا أن الجزائر ليست في حاجة في هذا الوقت إلى الفوائد التي يمكن أن تجنيها من أي تطبيع بعلاقتها مع المغرب بسبب وضعها المالي المريح بفضل عائدات صادرات النفط والغاز. ونظرا لأن المغرب والجزائر متساويان تقريبا في القدرات، وأن أي محاولة لتغيير الوضع الراهن في المنطقة بشكل جذري سيكون مكلفا لكليهما، فإن الخيار العقلاني والواقعي هو أن تحرص الدولتان على الحفاظ على الوضع الراهن لتوازن القوى الإقليمية. وهذا أظن يتناسب مع الاستراتيجية التي نهجها المغرب منذ 1963، وربما أيضا مع العقلية المغربية. أنا أعتقد بأن المغرب بعد 63 هو دولة الوضع الراهن وليس دولة تعديلية أو مراجعة. وكيت أستيتوس كوما ريجين ستيت. قد يكون المغرب، وهنا أختم، يشعر بثقة زائدة بالنفس بعد اعتراف دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية طبعا للسيادة المغربية على الصحراء، لكن السياسة الخارجية المغربية بشكل عام تظل أو عليها أن تظل في الاتجاه التقليدي نفسه والمتمثل في الحفاظ على توازن القوى الإقليمي القائم، وأي محاولة ضرورية لتغيير الوضع الراهن ينبغي أن يكون حذرا وهادئا وتدريجيا دون وقوع صدام إقليمي. وشكرا.